أولى رسائل هذه الحلقة من السائلة ميسون من البصرة، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز قطع العلاقة مع أقاربنا إذا كانوا سيئين ونخشى على أنفسنا من التعامل معهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الأقارب لهم حق. قال الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. القريب له حق، ولا يسقط حقه إذا حصل سوء تفاهم بينك وبينه في أمور الدنيا، فإن حقه يبقى، وحتى لو أعرض عنك وقاطعك فإنك لا تقاطعه، بل تؤدي الحق الذي عليك له، وحقك عليه يكون هو المسؤول عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يلتقيان يسلم هذا ويعرض هذا، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان القطيعة من أجل أمر ديني، لأن ارتكب مخالفة شرعية ونصحته ولم يقبل النصح، فإنك حينئذ تهجره إذا كان في الهجر مصلحة لأن يرتدع عن مخالفته. فإن لم يكن في الهجر مصلحة بل يزيد شره، فإنك تواصله مع المناصحة، مع استمرار المناصحة معه. فالحاصل أن حق القريب لا يسقط، ولكن يتبع قريبه المصلحة الراجحة في ذلك. نعم.